ابشري عين جابوني خبر وابشري عين جابوني خبر في حبيب روح باطر تفرحي وابشري عيني جابوني خبر وابشري عيني جابوني خبر في حبيب روحي علموني على قلب واكشفت ليالي شوق.
يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة تجمعنا معاكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. ومثل ما عودناكم في كل أربعة حلقتنا بتكون حلقة غنائية نسمع فيها مجموعة من الأغاني والروائع الفنية. واليوم راح نسمع أغاني لأشهر وأبرز الأصوات النسائية اللي كان لهم بصمة في الأعمال الفنية اللي قدموها. ومسي بالخير على زميلي عبد الله. مساء الخير لولو. هلا الحلوة. إن شاء الله أكيد مسي بالخير على كل من جاي يتابعنا في حلقة ليالي الكويت أكيد من داخل وخارج الكويت. حلقتنا مثل ما قلتي لولو بنسمع فيها مجموعة من الأغاني الجميلة لرواد الحركة الموسيقية ونجوم حبيناهم في أعمال مثل راحلة عودة المهنة، عايشة المغطى، علي حسين، ليلى عبد العزيز. يعني ما شاء الله اليوم نسمع مجموعة من الأعمال بصوت ضيفتنا اللي منورتنا أكيد اليوم في هذه الحلقة. أكيد وراح نستمتع بهالحلقة. لكن قبل لا نبدأ حلقتنا اليوم عبد الله، يوم الخميس وديم على الإطاف صراحة بدعته في فبراير الكويت، وكان ختام مهرجان فبراير الكويت والحلقات الغنائية وصلت حضور جماهيري كبير جدا. أنا حضرت أحد الحفلات وشفت الحضور ما شاء الله، ردت الفرحة لكويتنا، وشفنا تواجد فريق عمل ليالي الكويت غطى كواليس الحفلات الغنائية. زميلنا محمد دشتي يعني كان موجود خلال هذه الحفلات. احنا راح نشوف بعد شوي الكواليس مع المشاهدين. هو ما شاء الله عليه كان يعني خميس يمعة يحضر هذه الحفلات الغنائية، حفلات فبراير الكويت، ويعني كانت ليلة أو ليالي جميلة يعني استمتعنا فيها مع المشاهدين. بعد شوي ان شاء الله راح تتابعون هذه الكواليس الحفلات الغنائيه. عبد الله انت شلون شفت دامك انت كنت من ضمن الموجودين هناك بالحفلات واللي غطيت في الحفلات؟ انا كنت ضمن الحضور فاقدر احكم على الجمهور. الجمهور هو اللي بصراحه كان ملك وهو اللي مبدع. الفنان كان يعني بس يبدي بالكوبليم مثل ما يقولون، والجمهور هو الكوبليم يعني هو اللي يكمل الاغاني. وبعد شوي ايضا راح تشوفين الكواليس شلون كانت حلوه فطلعت للناس. نعم. والجمهور في هذه الأجواء. نعم. الجميلة. لكن ضيفتنا الجميلة اليوم احنا انت معانا في هالليلة اللي كل مشاهدين ليالي الكويت ينتظرون ليلة الأربعاء. معانا اليوم انت منتي ضيفة، انت صاحبة مكان في ليلة اسمها روائع كويتية. إسراء الحسيني راح تغني لنا مجموعة من الأغاني لرواد الفن الكويتي من النساء. حياك الله وابدعتي في بدعتك. مساك الله بالخير إسراء. تسلمون، مشكورين على الاستضافة الجميلة، يعطيكم العافية. طبعا مو غريب علي تلفزيون الكويت، يعني من بدايتي وانا يعني الداعم لتلفزيون الكويت وكل غائمين صراحة على البرنامج، اشكركم على الاستضافة الجميلة. حياك الله وهذا مكانك. لكن يعني إسراء لما نتكلم عن ليلة من ليلات او ليالي الكويت نغني فيها لرائدات الفن الكويتي، في صعوبة لاختيارك للغناء للفن الشعبي؟ هي مو صعوبة، هي أنا أحسها مسؤولية علي إن لازم إن لو أدي شيء يكون يوصل للناس صح. فطبعا أكيد ما قصروا الفرقة والتمارين والبروفات، إن شاء الله تنال على إعجابكم اليوم. إحنا ما شاء الله يعني من بداية الحلقة شفنا هذا الصوت المقتدر، صوت واثق، فتغنين لكبار الفنانات. نبي نتكلم على بدايتك أنت شوي بالغناء، متى صارت إسراء؟ أنا بدايتي بعمر 15 سنة وأنا حسيت نفسي إن أنا أحب الغنى. فبلشت بدايتي كانت كنت ألحن وأكتب بيني وبين نفسي يعني. والأهل يعني كانوا يعدرون إن الموسيقى تغني كذي ما بينها نفسها وكذي. لما تخرجت من الثانوي قلت له بصير مدرسة موسيقى. فقال أوكي مو مشكلة. لما دشيت التربية الموسيقية كان في هناك تصير في حفلات في التربية الأساسية، يعني على مهرجانات كنا نقدم كذي. فشاركت مع كان الله يذكره بالخير دكتور عمرو جعفر وهو المايسترو كان. فبدايتي كانت كورال طالبات، بعدين شوي شوي صرت سولو كذي. فكملنا الحين بعدين بعدها يعني لقيت دعم صراحه من استاذ حافظ الشمري. اول عمل غنيته كان من الحاني اسمه كويت الخير. بدايتك بلشت فيها ب 2014. حلو. اول عمل كان كويت الخير. اليوم اخترتي لنا مجموعه من الاغاني لابرز رواد الساحه الغنائيه الكويتيه مثل عودة المهنة، عايشة المرطة، ليلى عبد العزيز، وعالية حسين، نجوم قدموا الكثير للساحة الغنائية. أنت مهتمة بالفن الشعبي بالذات ولهم تغنين ألوان ثانية؟ أنا سر اهتمامك بالفن الشعبي؟ أنا في لونين أحبهم، يعني الشعبي والطربي. ومركزة أكثر بالشعبي لأنه ودي أن أسوي خط أن
اعرف في دول ثانيه ما تعرف شنو ايقاعاتنا الكويتيه الشعبيه، فحابه اني ايدتهم لان فن حلو، ليش ما نغني وليش ما نعرف الناس شنو الايقاع الخليجي الكويتي البحت. فاتمنى اني كنت يعني لو جزء بسيط اني اكون كفيت يعني بالاغاني الشعبيه. وحلو انه يعني انت قلتي ان انا محافظه على هذا الخط التراثي، لكن ودش تقدمينه بتوزيع مثلا جديد بحركه بتنزلينه مثلا؟ اي والله انا التقيت فيه حتى بالاعلام، يعني ما شاء الله مهتمين بهالموضوع، التقيت فيهم وكان كنت اقول حقهم انه ودي ان ايدد، فيددنا بس كانت مع الاستاذ المخرج جوهر الجويهل في كان برامج بس في تسجيل لحد الحين ما سجلنا، بس ان شاء الله يعني ان هذا ببالي ان نسجل من غير البرامج، يعني احنا البرامج كنا نيدد البرامج، فان شاء الله ان هذه الفكره موجوده انتظار ان شاء الله. يمكن قبل شوي عبد الله سمعنا رائعه من روائع الاغاني الكويتيه بشريع عين، شو بتسمعينا الحين؟ الجمهور متعطش يسمع بالاسمرانيه. الله الله يسلمك. يلا نسمع.
العافية إسراء، أكيد من أحلى الأغاني الفنانة ليلى عبد العزيز اللي يعني مستمتعين بصوتك الجميل. يعني إسراء قلتي قبل شوي عن بدايتك اللي بديتي في عمر 15 سنة وهي يعني مشابهة لبداية الفنانة الكبيرة عودة المهنة رحمة الله عليها اللي هم هي بدأت في عمر 15 سنة ويعني هي أم الفنون الشعبية وغنت ألوان مختلفة من الفنون الشعبية. نبي نعرف إسراء شنو الألوان اللي أنت تحبينها من فنون التراثية الكويتية؟ والله أول شيء الفن كل ألوان حلوة، القادري، السامري، القروي، الخماري، بس القريب مني أكثر شيء أحب السامريات. السامريات راح نسمع اليوم بعد أكثر من سامرية أكيد. إن شاء الله أكيد خلال الحلقة. وبعد يعني كلمينا شوي على بعد اتجاهك الى المعهد، شنو كانت الخطوه اللي اخذتيها بعد الكليه؟ طبعا سلك تدريس معلمه وكملنا مهرجانات، سوينا كثيره يعني، في بعد شاركت مع المجموعه الموسيقيه بقياده الاستاذه منى منصور، قدمنا عده برامج من اخراج الاستاذ الكبير جوهر الجويهل، وقدمنا عشاق وطن في جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني، فكان من اخراجه بعد ومستمر ان شاء الله. نعم الله يسلمك. حتى اتجاهك يعني انت بديتي 15 سنه مثل عودة المهنة، اتجاهك الى المعهد العالي مثل الفنانه عاليه حسين اللي في 72 كانت اول دفعه من الطلبه والطالبات اللي اتجهوا الى المعهد العالي في المسرحيه، فانت اليوم الفنانات اللي احنا مختارينهم حياتك شوي الفنيه مشابهه لحياتك. وايد احبهم، وايد احبهم يعني، احب اسمعهم. فن اللي قدموه صراحه شيء يعني شيء عجيب ان شاء الله صراحه. فاتمنى ان انا لو جزء بسيط ان اعطيتهم حقهم بهالاغاني هذه، اتمنى ان وفيت بالرساله اللي انا بوصلها. نعم ان شاء الله. يعني يمكن ابدعتي في غناء لعودة المهنة رحمه الله عليها، لكن الفنانه المعتزله عاليه حسين كان لها اغنيه شهيره جدا وهي اعتزلت بعد هذه الاغنيه، الحمد لله يا عظيم الشان. الحمد لك. الحمد لك يا عظيم الشان، من كلمات والحان عبد الله الفري. يعني كانت أغنية صراحة جدا عجيبة. جميلة، لكن بعدها اعتزلت. لكن يعني شنو تسمعين من أغانيها غير هذه الأغنية اللي يمكن كل الكويت تعرفها وانشهرت فيها هذه الأغنية؟ أحب لها أغنية آه يا روح خمارية، وايد حلوة. الفن الخماري نزبتها لكم بعد اليوم. بتسمعينا خماري اليوم كي. سامري وخماري وقادري بعد معنا. الله يلا نسمع. بس ان شاء الله نتمنى تكملين في المسيرة هذه إسراء، لان الفنانة عالية حسين يعني اعتزلت في فترة مبكرة من حياتها في الثمانينات. جدا متأثرة فيها صراحة، فنانة ما تتكرر. صحيح. تعلمت انها وايد صراحة. بس خلال مشوارها يعني الكل كان يلاحظ بانها يعني ما قدمت نفسها كمحترفه، يعني استمرت في المجال، هي كانت هاويه وكانت تحب اكثر النشاط الطلابي وكانت تغني في المعهد في الحفلات الموسيقيه اللي تصير في المعهد، حتى كان في سنه 79 زياره للملكه البريطانيه اليزابيث وزوجها فيليب بالكويت، شجعوها وقالوا لها ان تعالي وعندنا ببريطانيا تخلي درسي علوم الغناء الكلاسيكي، بس هي ما كانت متشجعه لهذا الموضوع. انت بالنسبه لك ان شاء الله اسراء مكمله بالمجال؟ ان شاء الله مكمله باللون اللي انا ابي اللي ابي اكمل فيه اللي هو التراثي، التراث والطرب والوطن، الاغنيه الوطنيه. وان شاء الله اتمنى انك كنت يعني قدمت صوره حلوه مشرفه حق ديرتي الكويت. عندك مانع اذا غنيتي مثلا اغاني عربيه بلهجات ثانيه مصريه لبنانيه لمطربات عرب؟ الطربي وايد اعشقه صراحه، وايد احب اسمع نجات صغيره. الله. عندك ام كلثوم فاحب اسمع، وايد متاثر فيهم بعد. اسمهان، فيروز، يعني الاصوات العربيه. فيروز هذه عشقي فيروز. الله. تحبين متاثره جدا بالغناء، خلينا نقول الحقبه الزمنيه، الحقبة الزمن الجميل، سواء كويتي او عربي او خليجي. حتى انجليزي؟ انجليزي انا لان درست بالكليه غناء غربي، لان ما كان في غناء شرقي. فكنت انا ما اخترت الغناء لان ابي اطور من صوتي. فالامانه يعني فرق صوتي 180 درجه. بعد التمارين والفوكال وكذي. وايد قالوا لي اللي انت سويتيه انه ما اخترتي اله افضل، لان انا كان ببالي اني اكمل كغنى. غنى. فاخترت غناء اوبرالي. والليله بنكمل ليله كويتيه. كويتيه بحت. نبي غنى كويتي بحت الليله. ان شاء الله. مشاهدينا بس لا لازم الحين بيطلع فاصل مع مشاهدينا، بس نبي توعدينا شنو تسمعينا؟ بعد شوي اي نوع؟ البارحه يا سعود ايقاع بسته.
البارحة يا سعود على اسم مخرجنا مشاهدينا. رعد طالعين معاكم الحين فاصل. فريق ليالي الكويت مع زميلنا محمد دشتي غطى وتواجد في حفلات كواليس الغنائية. نشوف هذه التغطية مع زميلنا بعد هذا الفاصل. ورعدين مع يا سعود. تسلم الحس والاداء. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. تسلم. بدعه. تسلم. الحين يعني بدات الاسئله توصل من الناس يقولون يعني قاعد جديدين هذه الاغاني التراثيه الشعبيه اللي احنا الكل يحبها، لكن تفكرين بغناء بعض الاغاني مثلا الحديثه؟ والله الحديثه لا، بعيده عنها شوي. عندك راي فيها شكلك؟ بعيده، ما ابي اخوض جو خط، انا ماشي على خط معين، ما ابي يعني ابي اقدم الرساله اللي انا ابي اقدمها. ما ابي اغني غنى. الخط اللي قاعد تمشين عليه صعب جدا، يعني فن السامري والخماري والقادري حتى البداوي والنيدي اللي قاعد تقدمينه، هذا يحتاج طبقه صوت معينه. صح. وتحتاج تدريبات خاصه. اكيد اكيد يحتاج ان نسمع وايد. أيه. ونعرف الايقاع، كل اغنيه شنو ايقاعها. حتى لو الانسان مثلا فنان مو دارس مثلا موسيقى، المفروض انه يسال عن الايقاع، شنو الاغنيه الفلانيه؟ اعرف شنو ايقاعها. بس انه في طبقات صوت يعني معينه الواحد لازم يستخدمها. والله انا ما اشوف انه يعتمد على الطبقه، انه اذا الفنان قادر وعنده
انه يسمع وايد وعنده انه فضول انه يسال شنو هذا الايقاع وكذي، لا بالعكس راح يقدر يغني. بس انت فنانه شابه يعني، لو ينطلب منك انك تغنين او جمهورك يقول لك نزله اغنيه تكون شبابيه او على الرتم السريع، ما راح تسوينها؟ انا في كان مع انها اسهل من الاغاني اللي قاعد تقدمينها الحين. لا انا في كان لي اغنيه، كان تعاون اغنيه واحده يعني كانت عاطفيه، بس كان ايقاعها خبيتي، كانت في الالحان الدكتور يعقوب الخبيزي. إيه؟ وكان لان ايقاعها كان يعني ذكرني بشيء قديم وكذي، في فعشان كذي غنيتها. إيه؟ بس باقي اغلب الاعمال كانت كلها 90% اغاني وطنيه. اغاني وطنيه. إيه؟ لما تغنين اغاني مثلا حق ام الفنون الشعبيه عائشه المغطى، حق عوده المهنا، حق ليلى عبد العزيز، علي حسين، هذه الاسماء ما تخافين شوي اسراء من المقارنه ان تصير بينك وبينهم؟ لا لا هم ما يتقارنون، هم اتمنى لو وصلت ربع من اللي هم قدموه صراحه. لا هم يعني او الناس يعني لما تسمع مثلا اغاني تحبها باصوات فنانات كبار واليوم فنانه شابه تطلع تغنيها، ممكن يقارنون يعني بين صوتك؟ انا اتشرف لو يقارنوني بوحده فيهم، اتشرف شرف كبير لي اصلا. يعني يمكن قدمت الكثير من الالوان الغنائيه القديمه واتقنتي ادائها، في لون معين ودك تغنينه وللحين ما غنيتي؟ في لون العدني، العدني اللي ما غنيته. يعني ابو حصه الله يذكره بالخير استاذ جوهر مره قاعد يقول لي اسراء ليش ما تغنين عدني راح يلوق عليك، فبلشت الحين قاعده اسمع ان احاول اني، مع ان انا اشوف انه صعب ليش؟ العدني، بس قاعد احاول. تحسين رجالي اكثر؟ ممكن تسمعوني بعدين بعدني. تحسين فن رجالي اكثر ممكن؟ ممكن لا، والفن العدني واليمني يعني شويه الكلام نبي لازم ادقق على الكلام، يعني مو بس على اللحن على الكلمات، فان شاء الله باذن الله نشوف. منو من المطربين اللي تحبين اغانيهم العدنيه؟ يعني خلينا نقول ابو بكر سالم رحمه الله عليه، الله هو ملك الاغاني العدنيه يعني، واكيد اصيل ولده رد يردد نفس الاغاني. في مطربين عدن يغنون اللون العدني، اسراء متاثره فيهم؟ بصراحه انا اسمع يعني اكثر شيء كنت اسمع حق ابو بكر الامانه، يعني ابو بكر اي واكثر شيء لك. والحين قاعد احاول اني اسمع اغاني اكثر، ان لو يعني قاعد اقول اتحدى نفسي ان هل انا راح اقدر ولا لا، احب ان اتعلم لون جديد. هذه بشاره، راح نشوف نسمع اسراء باللون العدني ممكن. ان شاء الله قريب. وايضا عندنا يعني من الكويت يوسف المطرف رحمه الله عليه وولده مطرف المطرف، هم يعني ما شاء الله مبدعين في الاغاني العدنيه. زين لما نتكلم شوي على الفنانات الشابات الكويتيات، يعني احنا اليوم بما انها ليله نسائيه وقاعد نتكلم على رائدات، اليوم تحسين اسراء في صعوبه في ان يطلع لنا جيل جديد من البنات الكويتيات في يعني في الغناء وانهم ياخذون مساحتهم ووقتهم في الانتشار؟ لا هو ما في صعوبه، هو في اهم شيء انه يكون عند الفنانه يكون عندها اصرار. يعني انا بتكلم عن نفسي، انا كان عندي اصرار ان من بدايتي كانت 2014 كان عندي اصرار اني بقدم اللون اللي انا ابيه، مع انه وايد يقولون صعب اللون هذا، صعب توصلين، صعب، قلت مو مشكله بس راح اوصل اللي انا ابيه حتى لو اطول مو مشكله. بس راح يخليك بقالب معين، يعني بحفلات وطنيه مثلا ما ادري اذا انت ممكن تقبلين على العروس تغنين فيها، ولا انت ماخذه خط انه بس ابي شيء وطني وشيء هو يعني شيء وطني شعبي، انا ما ابي اطلع برا للقالب هذا. اي فراح يخليك بقالب عيل. اي ما انت راضي عنه؟ بالعكس احلى غالب. اكيد بنسمع اليوم وايد من هذا القالب اللي غالب فيك، وهو اكيد قالب تراثي نحبه ويحبونه كل اهل الكويت. شنو حابه تسمعينه بعد؟ الحين بما ان تكلمنا على فنانتي هذه اللي انا اعشقها عالية حسين، عندنا في يا روح الله اغنيتها نغنيها. شاهدينا الليله كويتيه حق رائدات الفن الغنائي الكويتي. اكيد راح نسمع من اسراء كل غوايه. تفضلي. Thank you.
الله عليك، يا سلام، يسلم هالحس، يسلم هالصوت الحلو والأداء الجميل لأغنية صراحة مفتقدينها جدا، ورديت حياتيها، وأكيد المشاهدين استمتعوا معانا بأدائك الرائع. لك مشاركات كثيرة في برامج تلفزيونية وحفلات غنائية وأكيد فعاليات غنائية كثيرة، شنو اللون الغنائي اللي تحرصين أو نوع الأغاني اللي تحرصين تحيينها حق الجمهور، أو خلينا نقول الجمهور يطلبها منك يحب يسمعها بصوت إسراء؟ أنا وايد غنيت يعني شعبية، وهذه اللي لقيت صراحة صدى كبير في، يعني شفت تفاعل الجمهور. وفي بعد البرامج مع أستاذ جوهر الجويهل بعشق وطن، فكان في أغاني وطنية طربية غنتهم كلثوم للكويت، وإحنا أعدناها، ففي جزئين، الجزء الأول عشاق الوطن، الجزء الثاني عشاق الوطن، فقدمنا أشياء يعني غنوهم مطربات عربيات للكويت، فإحنا أعدنا، فلقيت صدى وايد حلو صراحة، وأنا الجو الطربي هذا يعني أميل حيل يعني. أكيد. وقبل شوي غنيتي حق عالية حسين اللي هي طلعت على شاشة تلفزيون لأول مرة في عام 78، واللي غنت من خلالها أغنية حب الوطن، بما أنك أنت أيضا بنت الكويت وتحبين الوطن، اللي أكيد راحل محمد عبد الوهاب، وكانت هالمقابلة بوجود أستاذها أحمد باقر، وكانت من تقديم أكيد الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله. فمثل هذه الأجواء اللي أنت يعني حبتها، وهذه الأغاني التراثية الشعبية، فكرتي أنك مثلا تلحنين أو تتجهين إلى أشياء ثانية بالغناء، يعني بعيدة عن الأغاني خاصة بالموسيقى؟ إي، أنا قلت لك بالبداية، أنا التلحين عمري 15 سنة كنت مسوية ألحان خاشتهم لنفسي. إيه. لما صرت في المجال الفني في أعمال غنيتها من ألحاني، وفي طفلة غنت لي لحن بعد، طفلة حنين المطوع، أغنية وطني اسمها. وفي أعمال الحين سجلتها بعد من الحاني، بس لحين ما نعرضت، بس في كويت الخير كانت من الحاني وغنائي، كويت باقية من الحاني وغنائي بعد كانت. والله في أعمال غنيتها من الحاني، في نشاط يعني بكلامك ومسيرتك، قاعد أشوف ما شاء الله عليك أن أنت قاعدة تشتغلين وعندك مجموعة من الأغاني، ورايحة حق التلحين شوية حق الغناء، منو تحسين انه واقف معاك وقاي ساندش من الفنانين الكبار، من الملحنين، كتاب الكلمه عندنا بالكويت؟ والنعم فيهم كلهم. انا بس اول شيء يعني وقفه اهلي هذه عندي بالدنيا، وقفه اهلي يعني لولا اهلي ولولا اخوي يعني. الله يحفظك يا رب، تحياتنا لهم وتحياتنا من الاستديو. فوقفه الاهل هذه اهم شيء عندي. صحيح. والفنانين والنعم فيهم، الكل ما قصر معي صراحه بكلمه يعني، وحتى لو بستشيرهم ما يقصروا صراحه معي. واشكر من خلال هالبرنامج، اشكر الشيخه مريم ناصر صباح على دعمها لي، قدمنا وايد أعمال مع بعض، إنسانة صراحة يعني تعتبرني مو بس فنانة، بنتها، فهذا يعني الدعم المعنوي هذا جدا كبير بالنسبة لي، هو اللي خليني يعطيني دفعة أني أقدم للأفضل. فأشكر كل إنسان يعني لو كلمة واحدة ذكر إسراء وقال لها إسراء جوهد، بصراحة يعني كلمة شكر ما توفيهم، ما أنسى فضلهم. أكيد يستاهل. ومنهم الأستاذ الصحفي حافظ الشمري، الأمانة أول عمل كان معاه، وبعدين برامجي كلها كانت مع الأستاذ الكبير جوهر الجويهل، الحين يتابعنا، وأنا وأقول له من خلال هالشاشة أقول له مشكور على كل شيء، حتى قبل أطلع بالمقابلة يقول لي أول ما تخلصين كلميني. تحياتي. فلا جد ما يقصر معنا صراحة. تستاهلين أنت هذا الدعم أكيد من تلفزيون الكويت وليالي الكويت، هذا البرنامج طيب. اللي قاعد يدعم أيضا كل الأصوات. أشكركم والله، أشكر تلفزيون الكويت، أنا أعتبره بيتي صراحة. تلفزيون الكويت يعني مو مقصرين معي من بدايتي. إحنا والله اللي نشكرك على إحيائك هالليلة الجميلة اللي أمتعتينا فيها عبد الله سك، إحنا مستمتعين. أكيد. والجمهور أكيد مستمتعين. إيش بتسمعينا بعد الفاصل؟ عندنا فاصل الحين، راح نطلع فاصل قصير وبعدنا بنسمع شيء. الحمد لك يا عظيم الشان. الله، الحمد لك يا عظيم الشان. احنا قاعدين نشوقكم مشاهدينا عشان نطلع فاصل ونرد نستمتع بباقي الليله الطربيه الكويتيه هذه. Thank you.
أبدا. الصوت ما شاء الله عبد الله، سمعنا طبقات صوت عجيبة صراحة من فنانة فعلا يعني متقنة لهذا اللون. يمكن الفنان اللي يغني هذه الألوان يحتاج إلى تدريبات معينة أو طبقات صوت معينة، ودائما يفترض أنه يطور من أدائه علشان يتقن هذا الشيء. شلون أسراء تقدرين تطورين من أدائك؟ أنا بما أني تخصصت فويس فأقعد أسوي تمارين مع نفسي على طول، على طول تمارين فوكاليز النفس عشان أقدر أوصل الطبقة اللي أنا أبيها. مع التمارين الحمد لله أنه خلاص، أنا قلت لك من درست التخصص فويس كان صوتي يعني أحسه كان محدود، مع التمارين الحمد لله فرق وايد يعني. كل فنان لازم يظل يتمرن. أكيد أكيد التمارين هذه جدا مهمة. اكيد بروحك. اي بروحي لان تخصصي. دام قاعد اتكلم عن التمارين، يعني الفنانه الكبيره عوده المهنه رحمه الله عليها هي من اسست اول فرقه نسائيه فلكلوريه في منتصف الخمسينات، وكانت تجيد العزف على العود. اسراء الحسيني بالنسبه لك شنو تجيدين تعزفين على؟ انا اورج بيانو، هذه الاله الاساسيه اللي درستها، وايقاع. وتحسين لازم شوي جيتار. جيتار شوي تحسين لازم الفنان يعزف ولا مو شرط انه يغني وهو؟ هو مو كل فنان يعني شرط انه يكون دارس، في فنانين مو دارسين والله بس ما شاء الله يعني. لا انا ما اشوف انه شرط انه يكون دارس، بس اذا هو يبي لون معين انه يحاول يبحث عن اللون اللي هو قاعد يغني عشان يكون عارف شنو هو قاعد يقول. بس عبد الله مثل ما قالت تعزف جيتار، الحين مع تطور الفن ودخول التكنولوجيا في الموسيقى والفن والطرب ايضا، شلون نقدر نحافظ على الفنون الشعبيه بان هالالات ما كانت موجوده بزمن اول؟ هي كانت بس ايقاع اكثر شيء. وانت تعزفين ايقاع؟ انا بعد شاطره بالايقاع. فشلون نقدر نحافظ على الفنون الشعبيه من تطور التكنولوجي هذا اللي دخل والالات الجديده اللي دشت بالموسيقى؟ انا كشخصيا احرص اذا عندي مثلا اغنيه خاصه لي، احرص ان اقول حق الموزع ان ابي ايقاع شعبي، تحط لي دزه ولا يعني حسب الاغنيه، او رومبا خليجي او القروي او الخبيتي. يعني انا عن نفسي احرص اني احط ايقاع الخليجي، يعني وايد يهمني موضوع الايقاع اشوفه شنو. اي تحسين ان اليوم اسراء الجيل الجديد من الشباب قاعد يتجاوب مع هذا اللون من الغناء التراثي اللي حضرتك قاعد تقدمينه؟ بالعكس، في والله في جيل يعني في قاعد يحيون يعني كذا مطربه فيه. صح، انا قاعد اشوف احنا حتى هني في ليالي الكويت يعني كل اسبوع قاعد نحيي يعني اغاني وليالي فنيه شعبيه كويتيه، في مطربين شباب كويتيين قاعد يغنون هذه الاغاني، بس انا اقصد كجمهور يعني متلقي لكم، تحسين الجمهور من الشباب انتم قادرين تجذبونه بهذه الاغاني التراثيه؟ والله قادرين، اذا احنا قاعدين نأدي بطريقتنا فلا قادرين. بالعكس انا في بجيلي وايد يحبوا الاغاني اللي انا قاعد اغنيها. تحسين تجاوب؟ لا في تجاوب وايد حلو، ومره تسالون حق منو؟ لما اقول حق لا قديمه حدك وايد قديمه بس وايد حلوه، وينها؟ مثل ما احنا مستمتعين اليوم. ها عبد الله اكيد. وانزين اللي حاب يسمع صوتك يعني انت وين تكونين متواجده كعمل فني يقدم للجمهور؟ يعني تشاركين مثلا في الاحتفالات اللي تصير في المراكز؟ ودك تشاركين في حفلات جماهيريه؟ والله ودي بمركز جابر يعني صراحه، ودي وايد يعني دار الاوبرا وان شاء الله يعني ان شاء الله. اكيد هم يعني في ليالي ربيع اللي قاعد يقدمونها حاليا وقاعد يحيون يعني مجموعه من الجلسات. انا الاغاني المهرجانات شاركتها والله كلهم اللي يعني هم يكلموني وانه والله عندنا مهرجان الفلاني، بالعكس انا ما اتردد يعني. انا اعشق المسرح اكثر من اني اسجل الاستديو، احب اللايف. احب اعيش مع الجمهور. حلو، هذا اللي مبين واضح اليوم ولا ايش رايك لولو؟ احنا مستمتعين جدا، يا ريت المشاهدين يعني يكونون واصل لهم الاحساس مثل ما هو واصل لنا هني بالاستديو، احساسك وصوتك الجميل في احياء الاغاني التراثية الشعبية في هالليلة الطربية الرائعة. شنو ودك تسمعينا بعد الفاصل عشان نحمس مشاهدينا؟ أغنية حماسية يا حسين. يا حسين. هذه من الأغاني يمكن اللي يعني ولعت خلال الفترة اللي طافت، يعني أكيد سبب مسلسل الفنان القدير وحيد حسين. أبدعت صراحة. صح، وانتشرت ردت الأغنية مرة ثانية تم إحيائها. صحيح. راح نسمعها بصوتك بعد شوي بإذن الله. إن شاء الله عندنا فاصل. عندنا فاصل مشاهدينا، طالعين معاكم فاصل ورادين مع نجمة ليلتنا إسراء الحسيني وأغنية يا حسين. نطرونا وخلكم معنا. يا حسين أنا عيني سهيرة ما تذوق المنام. يا حسين أنا
سهيرة ما تذوق المنام. يا من يلوم العين بحباب لها غايبين. يا حسين أنا عيني سهيرة ما تذوق المنام. وظل من مثلي سهر يا أبو علي ما ينام. يا حسين أنا عيني سهيرة ما تذوق المنام. وامشي وادور خيلك يا حسين من الخيام. حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام. بحث ذكرهم لي ولا ادري وينهم نازلين. حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام. بحث عطاني عن علي لفظ حلو الكلام. حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام. محسن عطاني عن علي للروح حلو الكلام. يا حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام. ناوى عذابي ضاعت افكاري وقلبي حزين. يا حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام. واحترت مدري وين من له شقا القوام. يا حسين انا ما تدري جنوب صواحبي ولا مع المشملي. يا حسين انا عيني سهيرة ما تدري المنام. ايام غابة وكل اهلي حسين 20 عام. يا حسين انا عيني سهيرة ما تدري المنام. نواهني من شافهم الكويت وهم راجعين. يا حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام. 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 يسلم هالصوت مبدع ما شاء الله. وقاعد اشوف انا يعني تويتر وانت قاعد تغنين ما شاء الله يعني كل شيء بصوتك. تسلمي. ولك هم جمهور حاب على اللون التراثي ان شاء الله. فعلا يعني بحت الصوت ورنت الصوت هذه الجميله اداء رائع يعني من قبل حتى الموسيقى يعني ما شاء الله عليك. الله يسلمك. تسلمين الله. تكلمتي أيوة. قبل شوي يمكن تكلمت لولو اسراء عن تجربتها باغنيه عاطفيه من الحان دكتور يعقوب الخويزي. ايوه كلمات استاذ ماجد المهنا. اي ماجد المهنا ما عدتي بعدين مثل هذه التجارب؟ ما عدت لان ليتني اغاني صح ما شفت نفسي فيهم الامانه يعني. اي انا ما اغني شيء ما اشوف نفسي فيه لان اذا اشوف نفسي بالاغنيه حغنيها من قلبي توصل للناس. شنو يعني الشيء اللي موجود بالاغنيه عشان اذا قاعد يسمعنا الكاتب؟ انا احب انها تكون انها تكون شعبيه بحته يا انها تكون طربيه فيها طرب. اي بس. اليوم نفقد الكتاب اللي يكتبون للطرب؟ والله في يكتبون كتاب بس يعني الحين تعرف ان الماشين على الاغاني الخفيفه اللي الناس اللي تحبها بس كل مطرب قاعد يغني شيء اللون هو حابه وانا قاعد اغني اللون انا حبته عشان يوصل للناس. صح. اذا غنى شيء محبته ما راح يوصل. اكيد اكيد. اذا ما حبيتي يعني حتى لو يطلب منك جمهورك اللي يحبك يطلب منك لون معين ما راح تقدرين تقدمينه؟ الجمهور يلحق علي طبعا يامرون بس راح اقنعهم بطريقتي بالاغاني اللي انا اختارها. يمكن بعيدا عن الغناء عبد الله لك ايضا تجارب في التلحين وقدمتي الحان او خلينا نقول جمل غنائيه بعيده عن التراث شويه. في الحان سويتها اغاني بس مو انا مغنيتهم يعني. أي. في مطربين يعني بس الحان يعني عاطفيه بس. أي. مو انا مغنيتهم. أي. في الحان وفي اصلا الحان بعد ما انعرضت لحد الحين يعني تنفذت بس ما انعرضت. شلون تقدرين تسوي لك بصمه في اللحن اللي تقدمينه حق مطرب ثاني او خلينا نقول حق فنان ثاني بس ان نشوف هذا اللحن لحن اسراء؟ لما تسمعين الحاني لقيت الاغاني راح تعرفين انا شنو اللي مسويه الثيمه اللي احب اسويها بالالحان. يعني اللي قريبين مني يعرفون مرات لما اسمعهم هذا الحان اكيد. أيه. يعرفون من الثيمه
شنو البصمة؟ أو من لقطة الكورال لما يقولون فيه، حتى بالكورال أنا أتدخل بشغلة إن يقولونها. يعني حتى ايه. بالتوزيع؟ لا بالتوزيع، لا توزيع الموز، بس الكورال أقول لا خلي يقولون الكورال هالمقطع هذا أبيها مثلا تكون هارموني، أو أبيها تكون فيها يعني صوت الآلتو أو السبرانو، فهني أحط لمسات، حتى بأغانية أحط اللمسات هذه ترى. مثل شنو؟ كلنا إيد بإيد مثلا، هذه أنا غنيتها من الحاني. من الحين كانت من اللحن، حتى من الكورال انا مأديت الكورال اصلا، حتى من الكورال مسويه النغله باللحن. حلو. كلنا ايد بيد كانت غنيتها فتره جائحه كورونا. اي وكانت كلمات اخوي جابر، يعني اغنيه هاتفه كانت. اي والله الحمد لله القصه ده وايد حلو. الحمد لله والله لا يعيد ايام كورونا. وان شاء الله احنا مستمتعين كنا بصوتك خلال هذه الساعه وربع، استمتعنا وصلنا معك الى الختام. نبي نشكرك على وجودك اول شيء في ليالي الكويت، ونبي هم نسمع منك مسك الختام. الله يسلمك. عندنا البارحه نوم ان شاء الله نختم فيها قادري بحري. الله الله. نعم. يمكن تبي تقولين شيء في نهاية الحلقة؟ بنهاية الحلقة أحب أشكركم، أشكركم وايد على الاستضافة الجميلة، أشكر تلفزيون الكويت الداعم الأول، وأشكر كل شخص يعني دعمني لو بكلمة. تستاهلين. مشكورين مشكورين على روحكم الحلوة وبيتك ومكانك، روحك الأحلى. مشاهدينا دائما دائما الأوقات الجميلة تنتهي بسرعة، نتمنى أنكم استمتعتوا بهالليلة الطربية مع فنانتنا إسراء الحسيني، والحين نترككم مع أغنية الختام ونقول لكم تصبحون على خير، ويكند سعيد عليكم إن شاء الله. أشوفكم الأسبوع المقبل.